أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. السوق النفطي العالمي يطرح تحديات كبرى أساسها التعاون بين روسيا والسعودية في هذه المرحلة. وننظر جميعا محمد بن سلمان في نيودلهي ومع استراتيجية أطلقها بايدن بخصوص الهند الشرق الأوسط وأوروبا في ما سمي باتصال جيوسياسي غير مسبوق ما بين القارة الهندية بهارات وما بين القارة العتيقة أو القديمة كما يحب أن يسميها الأوروبيون. هذا يعني الكثير بالنسبة لحالة الوصل ما بين الشرق الأوسط وما بين الهند وأوروبا. وما بين كل ذلك نجد عشرات الأسئلة، أولها أن السوق العالمي لم يتلقى بعد كامل آثار التخفيضات المزمع تنفيذها من روسيا ومن العربية السعودية. مثل ذلك قد يؤدي إلى تراجع هام في الإنتاج وانفجار كامل في الأسعار. واليوم القوتان المصدرتان والمقصود تماما روسيا والسعودية في منظمة بريكس. مثل هذا العجز قد يؤدي إلى تسجيل انخفاض آخر على مستوى الأويل برايس كما يؤكد أكثر من مصدر. إذن ثمن البرميل قد يتجاوز $100 للبرميل، لأن العربية السعودية ستواصل خفض إنتاجها بمليون برميل يوميا إلى حدود ديسمبر. مثل هذه المسيرة قد تدفع إلى تدخل روسيا التي لم تلتزم بالتخفيضات ب500,000 برميل يوميا. وحسب فوتكسا فتم الخفض الحقيقي للتصدير الروسي في سقف لا يتجاوز 150,000 برميل يوميا. هذا يعني أن هناك فارق حوالي 350,000 ما بين ما وعدت به روسيا وما تنفذه، وهذا الذي يجعل فجوة حقيقية بين العرض والطلب. تقول فورتكس إن هذا الفرق الحادث اليوم على صعيد الأسواق قد يخلق إشكالا، كما أن خرق موسكو للعقوبات الغربية ينقذ سوقا يريد أن تدمره السعودية، الشريك الأساسي لروسيا لأهداف خاصة بالمملكة. هذا الذي يجعل من التقييم الغربي يذهب بعيدا، لأن الاحتياطات الدولية الآن من البترول والمواد البترولية تتقلص على صعيد الاحتياط العائم من البترول بشكل ملموس. وإن كانت وضعية العجز مصطنعة فإن أزمة ستلحق بالتأكيد بالسوق الدولي للنفط. ندرك جيدا أن هناك ذروة إنتاج اليوم تصبح ذروة مضادة، هذا الذي يجب تأكيده الآن مع سعي المملكة العربية السعودية إلى المزيد من الخفض إلى حدود 2024 إلى عشية الأول من يناير 2024. وكل ذلك معناه أننا أمام تطورين أساسيين. أولاً بالنسبة للذروة، ذروة الإنتاج في 2027 وكان معولاً عليها أن تكون كل استراتيجية باتجاه رفع المزيد من الإنتاج، فكان الإنتاج رأس الإنتاج في 2027. لنجد في 2023 أن هناك محاولة لوضع سوق النفط تحت سقف الميزانية السعودية. اليوم الميزانية السعودية لا يجب بأي حال أن ينخفض البرميل النفط عن $80 للبرميل الواحد. لذلك فقضية التقليص من عدمه، فالأساس عند المملكة العربية السعودية المزيد من التصنيع البترولي أو للمواد البترولية من جهة، أو ما يسمى بالمشتقات البترولية من جهة، ومن جهة أخرى فإن أهم ما يريده السعودي عدم دفع ضرائب للمزيد من الإنتاج. فلنرى مثلا أن هناك ضخ المزيد من النفط، هذا سيزعزع
ثمن البرميل، وعندما سيكون مثل ذلك سنضخ أكثر. وهذه اللعبة من 1973 حرب أكتوبر، وإلى 2002 رأينا أن هناك حوالي 2000 مليار دولار. 1973 إلى 2002 حوالي 2000 مليار دولار، هذه إيرادات النفط بالنسبة للمملكة العربية السعودية. من 2002 ظهر سؤال محير للغاية، وهذا سري بكل تأكيد أن اجتماعا حدث، كم صدر السعودي وكم باع السعودي؟ وبقي السؤال محيرا في اجتماع سريا، كم ضخ السعودي في السوق وكم باع برميل النفط مقارنة مع إيرادات المملكة العربية السعودية؟ وتسرب ما حاول الجميع تصويره بأنه 2000 مليار دولار، وهذه حسب الإحصاءات الأمريكية، لكن نفس الأمريكي لم ينشر كم ضخ السعودي وكم باع نفطه. لقد كان واضحا أنه باع بناقص 30% عن آخر برايس، آخر الثمن الذي باع به السعودي، فقد كان يضخ ثروه وبدون طائل، ومجرد الضخ من أجل الضخ والإنتاج من أجل الإنتاج دون عائد. لذلك فالأمريكي الذي يحاول أن يوضح لماذا الـ2000 مليار دولار، لماذا وأين ذهبت، هناك السؤال الآخر، كم ضخ السعودي وكم باع برميل النفط لصالح السوق الدولي؟ هذا هو السؤال المحير الذي لا يجيب عنه أحد، ويعتبر سر دولة في المملكة العربية السعودية. فيما في الاتجاه الآخر، هناك تفصيل شديد الأهمية حول الرقابة والحكامة وكل ذلك في شأن ما بعد 1973، وبعد أن كان هذا البترول جزءا من الحرب الحقيقية ضد إسرائيل، وبها حقق في واقع الأمر، بها حقق المصريون وقف إطلاق النار في الوقت الذي أرادوه. هذا يعني الكثير، لأن الحرب البترولية كانت درجة إفادتها للسادات في حربه لـ73، حرب الغفران أكتوبر رمضان، فإن هذه الحرب كان فيها عامل دولي قاتل لوقف أي رد فعل إسرائيلي أمريكي. وعندما أكد السادات بأن هذه الحرب ليست ضد إسرائيل وإنما ضد الجسر الجوي لأمريكا، فيكاد الجميع لا يختلف عن نفس اللعبة التي أدارتها تماما أمريكا وتديرها اليوم في أوكرانيا. كل شيء أمريكي إلا الجندي فهو أوكراني، إلا بزة الجندي أيضا وصنعت في أمريكا. هذا يعني أننا أمام صورة أخرى، صورة من التفاصيل التي يجب أن يوضحها الجميع، وأن يكون السر واضحا بالنسبة لعدد الإنتاج وكم كان ثمن البرميل في السوق الدولي، كم ضخ السعودي من أجل دائما توازن الأسواق لصالح مداخيل الآخرين وليس أبدا لصالح الميزانية السعودية. اليوم كل شيء يدور مع الميزانية السعودية. في الاتجاه الآخر، هناك أزمة داخل أوبي بلاس، أزمة في بريكس حول ماذا يصدر الروس الآن. 150 ألفا عوض خفض بـ500 ألف، إذن هناك حوالي 350 ألفا يحاول اليوم الروس تداولها على صعيد الأسواق. والخرق الذي يقع اليوم من طرف الروس للسوق الدولية، يعني أن خرق العقوبات الأمريكية الغربية على روسيا هي التي تعطي اليوم توازن الأسواق. إذن هناك من يرغب في تدمير السوق في نظر الغرب، وهي السعودية، وسكتت عن خرق العقوبات من طرف روسيا
وخرق الشركات من أجل الوصول إلى نفط الأورال. هذا كله يعني أننا أمام صورة أخرى للأزمة الحالية، وأن التدقيقات الجاري بها العمل اليوم هي تدقيقات تصل إلى القول أن السعودية الآن تنهج نهجا خاصا مستقلا بعيدا عن أوبي بلاس، وبعيدا في واقع الأمر عن توصيات القمة 20 وعن محاولة إعادة إطلاق الأسواق بعد كوفيد 19. أواقع الأمر أن كوفيد 19 أكبر كذبة. واقع الحالي أننا نعيش اليوم الحرب بين الناتو وما بين روسيا، وهذا الذي يجب أن يتحدث على إثره الجميع. لا يريد الصيني أن يطلق سرعة أخرى، والحرب قد تكون في تايوان نتيجة دومينو الحرب في هذه الخارطة التي تنظر إليها الصين على أساس أن تزويد اليوم تايوان بالأسلحة وبأسلحة هجومية، وأن هناك استراتيجية لحرب. كل هذا تريد الصين اليوم قيادة مقومات لمثل هذه الحرب، لأن المهم ألا يكون فيه توسع يمكن أن يؤدي إلى كوارث. ولذلك فالصيني أخذ على عاتقه أن يرى اليوم بشكل مباشر أن حربا ممكنة ثانية في العالم. وبالنسبة لأمريكا تحت عنوان كوفيد 19 فإنها تدير حربا كارثية في أوكرانيا، حربا أوروبية مع روسيا، حربا للناتو مع روسيا، للناتو مع روسيا، وكل هذا من دون محاولة إيصال جملة واحدة للجمهور بأن هذه الحرب لديها انعكاسات. هذا كله لا يريد أن يسمع به بايدن، والكل أتى من أجل تعليق الشماعة على كوفيد 19. انتهى هذا الوضع، ومحاولة إثارة كوفيد 19 الآن أو كوفيد جديد أو وباء جديد أو غيره، كل هذا من أجل إبعاد العالم عن رؤية الإحصاءات الحقيقية لما يدفع في هذه الحرب ولما تؤثر في هذه الحرب في باقي العالم. لذلك فالسعودية حاولت أن تضع لنفسها سقوفا لا تخسر فيها الثروة ولا أيضا الثمن البترولي العالمي، وهذا رهان للمملكة العربية السعودية حصرا، لا علاقة له بروسيا ولا بأوبن بلاس ولا ببراكس. إنها سياسة لمحمد بن سلمان وخاصة للغاية، تحاول أن تدافع فيها عن مصالحها، وهذا الذي لوحظ بشكل كامل مع محمد بن سلمان ومع المشاريع التي أطلقت اليوم من طرف الهند أمام صورة أخرى لمحاولة تهميش الصين، وأمام أيضا ما يقوم به الآن الروس في مواجهة معادلات السوق النفطي. إذن أمامنا الدفاع عن المصالح الأحادية الجانب، ولا علاقة لهذه المصالح بأي حال بالمجموعات أو بالأحلاف. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.